السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انا كنت عندي هاتش وعايز ارسم له الباوندر بتاعه، حضرتك هتقول لي اللي محتاجه. كنت بدخل الشغل على برنامج الرينو، والرينو محتاج عشان ارسم سيرفيس ان انا يكون عندي الباوندر مش الهاتش، الهاتش مش ينفع يتحول، انما الضغط ان انا احول الحدود بتاعت الهاتش. طيب فجيت هنا وقلت له هاتش ايديت، بيقول لي اختار هاتش، فاعمل سيليكت على الهاتش، وبعد كده هيجيب لي القائمة دي. تقدر من خلال القائمة دي تختار الطريق او البتن او القرار او السويتش، تقدر تختار زي ما انت عايز، تقدر تعمل بيج بوينت او منتشين جزء اللي انا عايزه اللي هي الكريت باوندري. خلاص هو كده كريته، بس يسألني انت عايز الريجن ولا بول لاين، قلت له بول لاين، بيقول لي اسيت هاتش. طيب اوكي، قول له اوكي. كده خلاص بقى موجود معايا الخط اهوت، تقدر تعمل زوم، تقدر تعمل سيليكت على الخط، وتقدر انت تعدل الخط لو انت حابب. كده انا اقدر اكمل الشغل بتاعي. احنا قلنا له انه يمشي برضه مع الخط الجديد، فلو انت عدلت الخط الهاتش هيتعدل.